خصوص محمود عبد المنعم كهرباء. عايز اقول لحضراتكم برضو خبر مهم، واحنا كل ده طبعا بنتكلم في فقره الترند اللي لسه هختمها بمعلومه كمان مهمه جدا، لكن بكره او القايمه اللي هتطلع النهارده مش هيكون متواجد فيها صالح جمعه، هيستمر غياب صالح جمعه عن قائمه النادي الاهلي. الاسباب ايه؟ برضو عشان الامور تبقى واضحه، الاسباب هو تجهيز اللاعب بدنيا وفنيا عشان وقت ما يشارك يكون لائق للمشاركه، يكون إضافة للفريق بالشكل اللي يراه الجهاز الفني بقيادة مستر ريني فايلر. هل في موقف متاخد من فايلر تجاه صالح؟ لا خالص، بالعكس الراجل مقتنع بإمكانياته الفنية المميزة قوي، هو بس عايز إيه؟ عايزه يبقى لائق بدنيا وفنيا، يعني الوزن يقل شوية، يبقى اللياقة البدنية عنده مناسبة إنه يشارك، الكلام من ده. بيشتغلوا على كده خلال المرحلة دي، بمجرد جاهزيته هيكون متواجد في قائمه النادي الاهلي. لكن طبعا القائمه اللي هيتم الاعلان عنها بعد ساعات قليله جدا او ساعه من دلوقتي تحديدا مش هيكون متواجد فيها صالح جمعه لاعب النادي الاهلي. صالح هيرجع ان شاء الله في القائمه لما يجهز مع محمود عبد المنعم كهربا، مع عوده حسين شحات اللي اقتربت جدا، مع عوده عمرو سوليه باذن الله. كل الامور دي هتكون اضافه كبيره للنادي الاهلي في كل ما هو قادم بالنسبه للفريق. طيب الخبر المهم ده بقى بالنسبه لنا ولازم